ابننا يحيى بيقول لي ان حضرتك عندك فتوى في شؤون الجواز. الطلاق حضرتك؟ طلاق. انت ليه متحمسه قوي كده للطلاق؟ مش متحمسه للطلاق، انا متحمسه للفتوى. انت هتعملي بيها ايه؟ روحي اداره الازهر في فتوى شرعيه. منك نتعلم ونتنور يا شيخنا. اسالي، هل ربنا قال ان الست المطلقه لما تيجي تتجوز مش من حقها الحضانه؟ اه، ربنا سبحانه وتعالى قال كده. ايوه، قال كده. فين؟ فين ايه؟ انا قصدي هل في ايه في القران الكريم بتقول ان الست المطلقه لما تيجي تتجوز مش من حقها حضانه ولادها ولا من حقها ولايه اموالهم؟ شوف يا بنتي، اجمع العلماء على ان المراه عندها نقوص في العقل، هن ناقصات عقل ودين. وعليه اذا اتجوزت تاني ازاي تجمعي ما بين طلبات الزوج ورعايه ولادك؟ مين قال ان هي مش هتقدر تجمع؟ انا اقدر. العلماء قالوا انك ما ينفعش تجمعي. علماء ايه؟ فيزياء، كيمياء، علم نفس. وهم العلماء ايه غير كلام ربنا بيشرحوه ويقولوه ويوصلوه؟ انا مش عايزه الشرح، انا عايزه كلام ربنا مش شرحكم انتوا. ربنا قال في كتابه العزيز ووهبنا له يحيى لسيدنا زكريا، بمعنى ان الابن هبه للاب، وعليه يصبح الرجل واصي على ابنائه واموالهم وصحتهم، هذا واجبه. انا بتكلم عن بناتي. انا مالي ومال الكلام ده؟ ست فاتن، القران لا ينطق انما ينطق الرجال. اديك قلت ينطق الرجال مش النساء. ايمانك ضعيف ولازم تحترم العلماء. لكن يا مولانا، اذ قالت امراه عمران ربي اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، ان للام نوعا من الولايه على ابنها بدليل انها نظرته لله. يا ابني، نظرته ربنا سبحانه وتعالى قال وهبنا، يبقى الولد لابيه. برضه بتكلمني عن انبياء؟ استحاله ربنا يحرم ام من بناتها. برا برا، كفايه سافره واحده في وسطينا، اطلع برا. يلا يلا. انا في غايه الخجل. مني ولا من الشيخ بتاعك؟ يكون في علمك، هو استاذ كبير لكنه كان ضيق الصدر بسبب لمطك وعنادك، انما انا هفضل اتناقش معاه بوعدك اني اذاكر وهبحث في الاحوال الشخصيه كويس جدا. انا اللي غلطان؟ ده انت مش غلطان، انت صح وعلى حق. يعني ينفع تعمل لي فتوى رسميه مختومه بان ربنا ما قالش؟ هحاول، بس لان الموضوع ده محتاج اداره الازهر مش الجمعيه بتاعتنا. لكن هو انت هتتجوزي قريب ولا ايه؟ اتجوز ايه؟ انا مجنونه، انا معايا 1,000,000 جنيه على فكره. افتح الباب يا ريس.